الموسيقى الليبية بصفة عامة يعني. لما بدينا نديره في الحلقات هنا نحكوا على الهوية، ففي نقد صار، قالوا إنه والله ليش ما تنظروا للموسيقى الليبية إن هي جامعة لليبيين، وإن الليبيين يعني تقريبا فيه نغمة واحدة، بإيقاع يعني واحد. لكن لما تركز حتلقى إن فيه خلاف في الموسيقى. وطبعا وكأنه هو لما تكون الموسيقى واحدة معناها في هوية واحدة، بالعكس هو التنوع أظن أنه هو يغني الهوية يغني أكثر، صح؟ الهوية. لكن أغلب الباحثين يحكوا على المرسكاوي، أنه هو يعني أساس في الموسيقى الليبية، وأنه هو طبعا في خلاف هل هو من مرزق ولا هو من أندلس مرسكيين يعني. المرسكين اللي رجعوا إلى ليبيا. فتحس أن فعلا فيه في تنوع في الموسيقى، لكن هذا التنوع لا يلغي ان هي متشابهه، سواء في الايقاع اللي هو البرول، سواء في المقامات. مع ان نشعر مرات احيانا مثلا في الطوارئ عندهم المقام الخماسي، مش عارف لما نسمع اللي هو مثلا بعض اللي المغنيين اللي في الجبل الغربي ويقولوا امازيغ، نجد ان هي مقامات غربيه، الكورد والنهاوند وبس. لكن الملوف فيه طبعا كل شيء، فيه رصد وبياتي وسيكا وحجاز ونهاوند، كله مقامات الغربي عربية. الغربيه والشرقيه. لكن هل في تنوع حقيقي في الموسيقى الليبيه؟ لكن ما لقيناش حد زي ما نقول دار ميكس بين، يكون في اوركسترا كامله يخرج شويه المقام الخماسي الامازيغي. يعني هل التنوع في الموسيقى الليبيه هو جزء من تنوع اساسي في ليبيا لم نستطيع استغلاله، لم نستطيع ان نكتشفه، لم نستطيع ان نضعه في لوحه واحده. فالموسيقى فيها فعلا هي لغه تجمع الليبيين، وهي تجمع العالم ككل هي، لكن السياق الليبي يعطيها قدره يعني على الجمع الناس. مثلا بعد الثوره شوف الاغاني اللي خرجت واصبح الناس كلها تكرر فيها، صحيح. حتى الاغاني اللي هي باللغه الامازيغيه، اي شيء تبع الثوره كان هو يلقى رواج. لكن الان اصبح لا، الموسيقى ما عاش لها ذاك الدور اللي هو فعلا قادر على تجميع الناس يعني. هو معلش في يعني زار في، وهنا نختلف في فكره من يحدد الهويه او فيه اللي يحدد الهويه، على اساس هي نوع من التجانس. اذا قلنا التجانس معناه هي كلها تصب في قالب واحد لكي تصبح الى نعم. وفي اللي يراه كنوع من الهارموني. الهارموني هو يتيح عدة توجهات أو عدة مصادر، وكل واحدة توافق هو التناغم أغلب شيء. التناغم فهمت؟ توصل هارموني في الموسيقى التوافق، توصل هارموني لما يجيك فنان يجمع هذه الأشياء زي ما قلت أنت في نوع في موسيقى تضم مجموعات هذين أو التعبيرات الفنية هذين كل. هنا نجو، هل الهوية الليبية متجانسة لكي نسعى إلى موسيقى ليبية متجانسة ومحددة ولها عواملها أو لها محدداتها، أم أن هويتنا نحن أساسا مبنية على التنوع، سواء كانت البيئة، الإقليم، شكل الاقتصاد، شكل التوجه الاجتماعي؟ يعني هل المدينة زي الواحة، هل الواحة زي القرية، هل القرية فهم؟ فأعتقد أن لكي ننطلق إلى فكرة موسيقى ليبية تحت أي تصور، هل الموسيقى الليبية اللي حملت هالتنوعات كلهن؟ يعني لما نشوف فترة الستينات كان فيه نوع من العمل نحو موسيقى فيها هارموني، فيها تناغم، ملحن من الشرق يلحن من هنا، ملحن من الغرب، بس في نمط واحد يعني. مش يعني على الايقاع بتعدداته يعني نزار، بتعدداته يعني، فيه كل واحد اشتغل على مفرده. يعني تلاحظ الفلكلور عندنا تراث، لكن امتى يبدا في فن ويبدا فيه؟ لما يطلع الفنان الفردي، لما يطلع مثلا عمار مسعود في هون مثلا ويقدم تجربه تختلف عن المتاح في هون، وتختلف حتى عن المتاح في الساحل، فهمت؟ لما يجي مثلا حسن عريبي نفس الشيء يلحن محمد صدقي، محمد صدقي في البنية القصيدة الشعبية، فهمت؟ ولا عبد السلام قدر بوه في قصيدته في اغنيته طايرين في عش الوفا، كان فيها شغل لحن نقلة، وفيها شغل تنوع ايقاعات، فهمت؟ ما بين القرار والجواب، ما بين البطيء والسريع، فهمت؟ بروز الآلات، شنو الآلات اللي برزن؟
في لحظة معينة كانت يا ذكرى يا زمارة أو الطبل والدربوكة والبندير بعدين أصبحن في آلات حديثة. هذه الآلات الحديثة حاملة معها، لاحظ الآلة بروحها عندها شغلها وعندها سيارة، أنت بقدر ما أنت بتطوعها لشغلك حتى هي تطوعك. كل هذه الأشياء كلها لها نفس ليبيا طبعا. مما لا شك فيه أن اتساع الرقعة في ليبيا أعطاها تنوع وثراء فني غير عادي. يعني جيلي طرابلس مثلا تجد الملوف، تجد الإنشاد الديني بشقيه، سواء القصائد المولدية أو ما يعرف بالعروسية أو السلميات. وعندك جي مثلا فن الفن الخاص اللي بالنسبة اللي هو ما يعرف بالزمزمات، اللي هو ضارب في التاريخ إلى عهود قديمة. نجي إلى كذلك للأغنية الطرابلسية وتكوينها وانتشارها، تجي لمنطقة الفزان أو ما يعرف بالغني الفزاني احنا نقوله، أو الفن الفزاني صحيح. بشقيه كذلك أيه. المرزقاوي والجفراوي صحيح. تجي لمنطقة الشرق بفنونها وأنماط الإلقاء الشعري صحيح. المنتشر فيها صحيح. هذا كله عطيف وسيفساء جميلة للفن في ليبيا. ولكن القضية الملحة اللي هي كيف احنا نحافظوا عليه هالهوية هذه. طبعا احنا بدون أدنى شك ان هالفنون هذه كلها نتاج تلاقح حضارات التقت فيه العربية، التقت فيه الأندلسية، التقت فيه الأمازيغية، التقت فيه الأفريقية، نتجت هالفنون الرائعة هذه. موضوع الهوية هذا محسوم. الهوية تجد الهوية في الأغنية التونسية، تجد الهوية في الأغنية المصرية، تجد الهوية في الأغنية الشامية، تسمع تلقى. نجو نعودوا لبداية حديثك، المرسكاوي نسبة إلى المرسكية. في اعتقادي أن القول هذا ليس له وجود إلا في فكر مخترعة أو من جاء بهذه الفكرة. يعني تفكرنا زي ما نقوله إحنا فلونزا أنفلانزا أنفلانزا صحيح، برافو عليك. وشكسبير هو الشيخ زبير، مرسكاوي مرسكي مرسكاوي جاي من الأندلس، بيسمعني نص مرسكي أندلسي يغنى في المرسكاوي، لا وجود له نهائي لقاع. واصلا هو حتى مصطلح الثانيين يقول لك ما فيش سند تاريخي لانه من المرزق. لا سامحني، لا مولا اعتماد على لقاع الشاهد السمعي. الشاهد السمعي أيوة. يعني وين بتقول لي مثلا اتار لبدا، بترفعني لي اتار لبدا بنشوف الاتار. انا وين بتقول لي مالوف، بنسمعك مالوف بالضبط. إيه بس الملوف تقول لي مرزقاوي، نقول لك لمنك تسمع. أنا وين تقول لي نجو لي المرزقاوي ونسمع النصوص الغنائية للمرزقاوي. حتى مصطلح مرزقاوي رأوا نعتبره مصطلح حديث صحيح، هي جديدة يعني لا يتعدى 60-70 سنة صحيح. هو عبارة عن أغاني مرزقاوية وجفراوية وجزء منها طرابلسي، خضت الطبيعة أهل المشرق بلونهم الخاص بطبيعتهم الخاصة وتغنى وتسمى مرسكاوي. يعني كلها عندها أصول أغلبية بس يعني البصمة. مستحيل إن هالقبائل اللي جت من الأندلس واللي انتشرت في ليبيا انتشار كبير ما كانوش يغنوا. ويستحيل إن لقيت فراغ، لقيت ما في شيء. إيه به بس ممكن كان صار تلاقح ولا لا؟ كانوا يغنوا يعني. هو في حاجة. وين تأثير الأندلس؟ أجيب لك سؤال بطريقة أخرى. وين تأثير الأندلس؟ خليني نقول لك. تأثير الأندلس وقف طرابلس. خليني لا في حاجة. الملوف يعني. معلش في حاجة ممكن نضيفها لي بالنسبة. هيك واضحة. بالنسبة للمرزكاوي يعني. بالنسبة للمرزكاوي مرزك كانت محطة تجارة قوافل. أوكي. كانت تأتي قوافل من أقصى الغرب، من أقصى الشرق، من أقصى الجنوب، من أقصى الهنية. كان في تقليد أن القافلة زي ما الآن في البحر السفينة عندما تأتي لا تدخل بعد صلاة العشاء، كان أدن العشاء بيقفل الأبواب متاع الواحة ما تخش، فالقافلة وين تقعد؟ تقعد في خارج الأسوار. تلتقي هذه القوافل من المغرب، جاية من أفريقيا، جاية من مصر، جاية من يعني من جهات مختلفة.
هذه القوافل معاها فنون يغنوا يعني يسهروا يغنوا إيه تلقى فيه من المصري تلقى فيه من الأفريقي من الأندلسي زي ما قالوا الجماعة هادو هادو كلهم تمازجوا وين تمازجوا في 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 مرزق مرزق بالتحديد يعني من حوالي نقول ست سبع قرون كانت مركز مهم جدا في تجارة وكانت كل هذه الفنون تصب في 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 مرزق مرزق اعادت صياغه هذه الفنون بشكل هي الخاص وتقدمت بعدين لانك انت تبي تجمع بين الرايين يعني طبعا وهذه حقيقه هذه واقعه ان حتفتش لكن مثلا تصور ان فن المرزقاوي وفن جابون المرزقيين طبعا هذه خرافه فيش. هذه خرافه مش في محمد مرشال وفي باحثين قال تكرروا لا محمد مرشال لم يخط في هذا القول لا ردوا لا ردوا لا لا ردوا عليه محمد لا قول يعني في ناس ردوا عليها محمد مرشال قالها لكن محمد مرشال محمد مرشال مش الباحث التاريخي مش مستشرق يعني. يعني لا هو فعلا اول من مشي الفزان ووثق الالحان ودار شغل كبير يعني لكن مش هو المؤرخ الموسيقي تو يقول لي عبد الله السباعي نقول لك مؤرخ موسيقي مثلا يعرف تاريخ لكن هذه الواحه لم تكن فارغه اضافه يا منصور ليش يعني انا ضد كلمه ان لا لا هو المرزقاوي السول المرزقيين لا طبعا ما لكش كلام هذا تمام هو ساهموا فيه هو نقول لك يعني زي ما تو لا حتى مساهمه لا حتى مساهمه لا في المرزقاوي ليس له علاقه بالمرزقيين يعني احنا نحن امام وقائع تاريخيه خلينا مش ما نطلعش من الموضوع يعني بس شوي بس شوي شوي بس يعني تو مثلا لما نشوف الايقاع خلينا نفصله يعني تو لما نسمع الملوف بايقاعاته بنغمته بالكلمات شعر أندلس يعني هذا ما فيش كلام يعني ولا لا صح أوكي لما نشوف المرزقاوي فعلا هو مختلف بالضبط مختلف تماما في الإيقاع وفي اللحن وفي الطريقة تشعر بها ممكن ممكن لكن يعني وين تأثير هذه القوافل وين تأثيرها في المرزقاوي يعني وين الخلطة اللي النظرية اللي وضعها يعني اللي حكى عليها منصور ان فيه تاثير يعني مثلا نقول لك حاجه في دارنا مثلا جيب لك دارنا أيوة. اوكي في دارنا في مرزقاوي لكن لما تشوف النغمه والزماره والطريقه لا لا تشعر ان هي مش يعني فيها مش فرق مرزقاوي يعني مرزقاوي في دارنا مش زي مرزقاوي في مرزقاوي هذا التاثير المحلي انا نعطيك مثال نعطيك مثال نجولي لحن ناخذ نموذج لحن اعطينا يا رجل اوكي احسن نسمحوا لك انا باربع اشكال باربع هويات نجو غنى عليه سلام قدري جرت مع العشية يا نسمات بالضبط ايه صح تسمع باللون الترابلسي الترابلسي ايه غنى عليه محمد صدقي شوية الحب شوية الحب في الغالي عليه صح تسمع باللون الشرق المرزقاوي والأسلوب المستعمل في الشرق غنوا عليه التوانسة ايه ليع في كنيني حبك نار نار ايه صح وغنوا عليه الجفرة كيف الراية ريم الجريمة اللحن الناس شيابينا لو لينا أهل الفن يقولوا الغني في الزاني اي 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 حتى في تونس يقولوا اللون في الزاني في الزاني اي موضوع محسوم اي اعطيتك نموذج يعني بعدين الفن المرزقاوي يمشي حتى لتونس والجفراوي فزي ما تفضل الأستاذ هي عبارة على تبادل بالضبط تبادل تفاعل حضاري بين الشعوب وكذلك المرزقاوي ايوه 90 نسبة عالية من أغاني جفراوية ومرزقاوية بالضبط صحيح الإضافة وين؟ الإضافة الإضافة زي مثلاً علي الجهني إيه علي ويكا يقولوا أضاف أضافوا أضافوا وثقة وأضاف لصحيح يعني اجتهاد احنا نجو ما ننكروش أن الشرق يعني يتمتع بقريحة شعرية عالية جدا صحيح. وقوية التعبير صحيح. حتى في طرابلس شعراء الشرق يعني حتى فنانين في الستينيات تميزوا صحيح الإضافات هذه أعطت زخم وأعطت مكانة وأعطت هوية شرقية على الهوية الجفراوية أنا أعطيتك نموذج عليها أربع صحيح. أشكال هي في نقطة نزار متاعت النص يعني الايقاعات او العمود الشعري اللي استعمل عليه المرزقي او الاندلسي غير القصيده الشعبيه طبعا لما تقرا في الاسجال
مختلف الأندلسية وصياغتها والمالوف وصياغتها غير القصيدة الشعبية غير الكتابات الأغنية بس يعني العمود الشعري فيها متقارب برجيلة رباعي سريع أغلبيتها برجيلة أغلبيتها برجيلة أبونا لو تسمحوا لي بس بنحكي على التنوع في الموسيقى الليبية احنا سيبناها ليبيا بإمكانك ترسم لها خريطة كموسيقى يا سلام في موسيقى للساحل مرتبطة بالمدينة يعني فيه موسيقى للواحات فيه موسيقى للصحراء هذا على صعيد البيئات بالضبط البيئة هذول أيضا في موسيقى يعني منطقة شرقية تميزت بلون معين الغربية تميزت بلون معين أيضا مازال فيه لون موسيقي للتوارق في لون موسيقي للأمازيغ للعرب مقام خماسي فهذه الأدوات أيضا أيوة ساهمة أيوة طبعاً خماسي موجود حتى في الغنيل في الفزاني أيضا في تنوع فيش في ما يمكن تسميته بأغراض العمل يعني في أغنية عاطفية في أغنية للعمل في أغنية للرحى في أغنية للمناسبات الدينية لزفة العريس في أغنية دينية في أغنية يعني فأنت التنوع أغاني الأطفال كبير جدا أغاني الأطفال ترجيب ولا لما تشوف الأغاني اللي في الجبل الغربي اللي يعني يقول الأمازيغية حتجد لها نمط خاص على الأقل بالسمع يعني مثلا بعضهم يقول إن هو مثلا أكثرها على الحرية على الطبيعة على التماسك على الهوية حتى الأمازيغية وكذا تجد ان مثلا مش عارف النغمه بتاعهم تختلف يعني تجد الجيتار وتجد الكورد يعني كأنه غربي لا هم انت تقول حديث لكن هم طالعين مع موجه من هم طالعين مع موجه عارف ناصر المزداوي لا لا, لا 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 بس عارف رايك هذا بس خلينا نكمل نحن هم يقولوا خلينا ننقل راي الناس الغايبين الغايبين هو كان مفروض يعني خاصه بعد الثوره يعني ما كان يعني تحس انه في نمط النمط الهادي اللي هو الأوروبي يعني كأن الأصول الأسكندنافية تؤثر في العمل هذا يعني نمط تحسه خاص يعني هل هو مثلا جاء بعد الثورة ولا هو له جذور تاريخية لا وانت تخشيت على فكرة المضمون لا 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 مش مضمون لا حتى الموسيقى خلينا الموسيقى انت لما تجي تقول لي هذه تشدف على الحرية وعلى الطبيعة وكذا الكلمات نجي ايضا نلقى الطبيعة في الأغنية الطرابلسية مثلا الورد والسواقي والسواقي والنخلة لا بس ما فيش عاطفة يعني على حسب ان ما فيش قصة الرجل والمرأة هذه مش كثيرة وين عندهم هم هذه انت تحكي عليها انت مرحله من تطور الاغنيه الليبيه وتغيرها اللي صايره اللي حكيت عليها بتاع الحريه والى اخره والموسيقى ذات الطابع الاوروبي هذه سبعينيه سبعينات لكن مثلا احكي لك خليني توني إيه بس الموسيقى خليني اقول مثلا نقول احكي لك انا موسيقى امازيغيه تاريخيه الف سنين الكاسكا علي قاعد تسويها الكاسكا موثقة عمرها 7000 سنة 8000 سنة يعني موثقة في الأكاكوس موثقة في مصر الليبيين يرقصوا إلى حد الآن قاعدين يرقصوا على نفس هذا الإيقاع وهو إيقاع ليبي قديم موجود فنون الواحات أيضا أصلية فما تقوليش أنت ما تحصرليش الأغنية حتى في نوع من الظلم للأغنية المزيغية نحصرها هنا في هذا متاع السبعينات اللي في الجيتار والى اخره اللي هو نفس ما نحصر الموسيقى الليبيه في موجه مثلا فكرون وناصر المزداوي اللي هم في السبعينات داروا إيه التغيير اهملت حاجه هنا وهي ان مش عارف اهو يعني اللحن والكلمه ران يعني الكلمات هي اللي تفرض في الالحان هذه ايوه الطريقه هذه ايش رايك انت لم يذهبوا اليها نتيجه لكن هو هذا من عيوب الموسيقى العربيه ايه ان ما فيش تاليف موسيقي في تلحين للكلمات يعني أوروبا دارت قفزة في تأليف موسيقي للموسيقى احنا ما زلنا كل شغلنا في الموسيقى ان احنا لحنوا في الشعر فهمتني حتى اللحن ويفرض الشعر يعني انت لو في ليبيا التأليف الموسيقي وانا تبي لك الدكتور سليمان قجم لا طبعا باش يرد عليك ويقول لك لا انا سليمان قجم المفروض يصالح لاني نقول له ان جذورك انت من لما ترقص في الكاسكا هي هذا طيب بس في على ايقاع موسيقي قبل الاتحالين حتى افترض اللحن انه هو يجي مغرى مع الكلمات لا اللحن يجي مع حركه المجتمع في قصف اي نعم نحكوش عليه كاطلاع المجتمع الراقي نحكي تابعين اللي لاحظتها مش عارف الموسيقى تابعه اللي لاحظتها ان النمط هذا قاعد مستمر
رمزي الغالي مجموعة اللي غنت. هو هو مما من المؤكد يعني أن احنا الآن نعيش في أزمة إنتاج فني. الآن راهن إيه صح. إيه. أين الأغنية الليبية مثلا بهويتها؟ كم لينا توا غايبة، وهو يعني مشكل أو من إشكاليات الأغنية الليبية. بي ليش ما ننظروش أن الأغنية الليبية هويتها تتطور؟ تتطور على أسس. زي ما طرح نزار مبكري قال إن فيه اللون بعد الثورة طلع اللي قريب من الأوروبي والأخري. تتطور على أسس. هذه مرحلة. لأن توني نقول لك مثلاً التطور اللي صار في الأغنية الليبية وفي كل مرحلة تصور يعني كبير في السن يعني. فنعرفهن يعني. يعني في الستينات أول ما جي يعني الخمسينات آخر الخمسينات الستينات لما دار نقلة يوسف العالم بطيرين في عش الوفاء اعتبرت خروج عن المألوف. هو قبل سبقة لتسكت أستاذ منصور اللي يعتبر مطور الأغنية الليبية أو الأغنية اللي طلع الأغنية الطرابلسية من توبها التقليدي كاظم نديم. أستاذ كاظم يعني صاحب هو يعتبر صاحب المدرسة الحديثة في الأغنية الليبية. نحكي لك على النقلة اللي صارت في الأغنية الليبية. الأغنية الليبية كانت على عموم البرول مش في المرزكاوي اصلا يعني البرول هذه اضافات المنطقه الشرقيه طبعاً. الموال اللي قبل الاغنيه والبرول هذين اضافات شرقيه مش في المرزكاوي شكل من اشكال لكن دار نقله في الاغنيه الليبيه. بعدين استمرت الاغنيه الليبيه بهذا النمط اللي يغلب عليها الطابع الطرابلسي الستينات راهو الستينات زي ما قلت كاظم نديم إلى آخره وهم اللي مثلوا التوجه الحديث في الأغنية الليبية سلام قدري لا كل هذا اللون وكانت تجربة ناجحة بالضبط. السبعينات بعد السبعينات صارت نقلتين نقلة اللي أخذها النظام في اتجاه لقاع البدوي والصحراء وطلع تيار متمرد آخر تمثل في تجربة المزداوي وفكرون وإلى آخره اللي هم زي خوتنا الأمازيغي تحكي عليهم دخلوا الطابع الأوروبي يعني. أيوة الطابع الأوروبي خارج الرسمي خارج الرسمي. وبرضو هذه مهمة رهي جدا أن الأغنية الليبية والموسيقى الليبية فيها موسيقتين، في موسيقى رسمية لتداع في الإذاعة وفي موسيقى اللي في الزوي وفي الشوارع وفي الأعراس الشعبية مش معترف بها رأوا العلم في التلفزيون هذين يعني. وهذه من طبيعة في الأخر في الثمانيات باش بدأ يبت فيها يعني. لا هو حتى لما تشوف أنه مش عارف يعني بعد الثورة بالضبط دخل المقامات جديدة يعني ما كناش نسمع في اللغة الليبية في عندي الكرد وهذه موجة عامة غير اسمع عندي وجهة نظر كان في تنوع يعني واضح عندي وجهة نظر لطيفة يعني في الجانب هذا بتاع الأغاني اللي بعد الثورة نشيد نبو العيش الحرية الجانب والله بجد الله أنا قلت لهم الجيل هذا متربي عليه المداخل متاع رسوم متحركة تترات لا 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 بس سمح لي بس غالبية الأغاني يفكرنك على طول لأنه جيل طبعا هذا طبيعي والثقافة هذه نزرع لا هو النغمة الكرد والحجاز والنهواند اللي ما كانت موجودة كانت في سيطرة ممكن كيف ما كانت موجودة؟ ما كانتش موجودة في الزمن كيف موجودة كيف أغاني الرسمية ما كانتش موجودة كيف ما كانتش محمد حسن ما فيش محمد حسن مش محمد حسن لا يقاس الأغاني بتاعت النظام نحكي لك اللي نسمعوا فيها في التلفزيون ما فيهاش اللقاء الليبي اللي هو البرول والراصد وبياتي جاد جزء من اللقاء الليبي وكان هيك زاد شوية هذا زي ما قلت لك أنا جزء من اللقاء الليبي لا هو بس أيام عمر كانت في نمطية في البث الرسمي إيه في البث الرسمي لكن الناس لا 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 هذا اللي يسمعوا فيه الناس هذا هي ليبيا بالنسبة للناس ما تعقليش إن نحن نسمع فيه لا شيء طيب نسمع فيه أكثر من الكاسيات أكثر من تطور الأغنية الليبية بدأ من 57 من تأسيس الإذاعة بالضبط وكان في قسم الموسيقى ولا يمرر أي عمل إلا من خلال ثلاثة لجان لجنة للكلمة ولجنة للحن ولجنة للصوت صوت صحيح استمر الحال هذا لعند ما بعد أو أواخر السبعينيات أصبحت الإذاعة مطالبة بالتسويق لنظام للون معين لون معين لون مش دور الإذاعة قسم الموسيقى والملحنين شبه التغية أصبحنا منتوج الموسيقي الفني اللي بعبارة عليه توجه معين بغض النظر لعاد فيه لجنة لعاد فيه هذا نحكي لك عليه فنجون شوفوا الأعمال التي قدمت
في أواخر الخمسينيات والستينيات كانت الأغنية الليبية بصفة عامة في أوج حطها. لا نحكي لك على النظام أوج قوتها في فترة معينة أصبحت نمط الثمانينات والتسعينات في المغرب وفازوا بجوائز. لا أنا مش عارف هذه بيكرسها الأخ نزار أنها نمط واحد. لا هذا نمط في الراديو في التلفزيون بيه بيه لكن الشعب الليبي ما تقدرش تصرف عليها ما تقدرش تنشرها ما تقدرش تخلي الناس يسمعوها. لا الكاسيه تاعه يقول ما تقدرش تصرف على زي ما تصرف الدوله على اغانيها. هل كان مثلا ايش رايك انت هي الفونشه كانت تبيع اكثر من اي واحد فيها وتوزع اللي تقوم على الجهادي كبيره معلش يعني جاءت فتره محمد نجم مثلا وعبد الوهاب يوسف ما كانش يغني الا في القصائد العربيه الفصيحه بطل من 69 توقف بعد سبينا دار كاسيت او اثنين غنى فين شعبي شعبي بالضبط فاهم حول شعبي المجموعه عند شي شرطين فين شعبي في مطربين الشعبيين هذا خذوا الحان رسميه ايوه وحولوها الى الشعب يعني زي ما صار مع عادل عبد المجيد والفونشم تاع طير يا برا يعني نشوف ذائقتي يعني انا نحب ذائقتي يعني. عبد الرحمن شلقم في كتابه متاع أشخاص حول القذافي يحكي في قصة فيقول إن كان فيه وفد أفريقي زير ليبيا فالقذافي دعا علي الكيلاني على أساس إنه يعزف العود فقاعدين جالسين كلهم فطلب منه إنه يعزف فعزف أغنية لسلام قدري سلام قدري سلام قدري فالقذافي أعجب بالأغنية بحث في عبد الرحمن شلقم وقال له هذه الأغنية ليبية قال هذه ليبية قال له هذه المفروض تقعد نشيد وطني لكن قال له لا هي المفروض تقعد لكن قال له ليش ما نسمعش فيها في الراديو قال له لأنك حاط علي الكيلاني وهو يقول يعني على حسب رأي عبد الرحمن شلقم إن علي الكيلاني حاول يكرس الفن السرتاوي لا هذه أكيد حقيقة أي حقيقة هنا تجيك الفكرة إن ممكن يعني العلاقة بين الأغنية والسلطة إن السلطة تملك المال هي سيطرت عليها تقدر تعطي استديوهات تقدر صحيح. تنشر صحيح. مهما كنت أنت المجتمع تبي تحافظ على هويتك صناعة عبد الحليم حافظ على عبد الناصر شوي بس صناعة عبد الحليم نعم الى حد ما ام كلثوم طبعا كنا لنا ذلك فيعني السلطه مهما كانت تملك القدره على النشر يعني قدره على صياغه هويه المجتمع صح انا مش ضد انه والله كان في اعمال اخرى وفي تاليف موسيقي رائع لكن على الاقل البارز والظاهر هو هذا البارز هو هذا وانعكس امام الناس امام العالم العربي ان هذه الموسيقى الليبيه هي هذه الصوره الليبيه يعني فنحن يعني الان المفروض بالفعل حتى الان مثلا وقعنا مثلا حياتنا اللي عايشينها وين الاغنيه فيها وين اغنيه المقاومه وين الرحباني في ليبيا ها وين اللي هو يرد الهويه ويخليها نغمه مسموعه وين اللغه المشتركه اللي هي لا يجدها الانسان الا في الموسيقى اللغه اللي هي ما لهاش معاني فكيف ممكن نحن الموسيقى فعلا تخدم الهويه مش واضحه عندنا يعني زار في 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 بنغازي كان في مبادرات مع حد علي الشعاليه للموسيقى قديمه خليني ما بنقول لك انت تو انت لما جيت تقول لي وين الموسيقى وين الاغنيه الان 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 الأغنية الآن في أي في المكان أي مكان في العالم الموسيقى تبدأ في المدارس تبدأ بعدين في المعاهد الخاصة تبدأ في هذا سبب يعني ما فيش يعني طبعا معرفة أنت اللي عندك الآن يجيك يتعلم شوي عود وخش بيطور الأغنية أنت الآن معهد علي الشعالية اللي تفضل به مقفل وجمال الدين ميلادي مع جمال الدين ميلادي مقفل معهد بشير فهمي في سبها مقفل صحيح. ما عاد في دروس موسيقية في المدارس ما عاد في فرق أنت حتى الفرقة الرسمية ما فيش ما فيش نحن وعينا يا سيدي فرقة لداع الآن يشتغلوا في الأفراح فرقة لداع كان فيه مهرجان مدرسي للموسيقى سنويا طبعا كان فيه المدارس طبعا مهرجان مسرح ومهرجان موسيقى الزهرة شاركت وحتى توقف لا حتى توقف مهرجان المسرح الموسيقى استمر
إيه؟ حتى في الثمانينات استمر. سمعنا يعني الآن النبي يقام مهرجان للأغنية الليبية يعني نصبروا يا عيني وكذا وفلي. كيف كيف؟ تمام. إن الإذاعة الآن يجهزوا لي مهرجان الأغنية الليبية المفروض وإن شاء الله نكون دورة التالتة يعني إن شاء الله. الموضوع في الاستمرارية. وفي حاجة ثانية وهي ان ما فيش منتج ليبي للاغنيه الليبيه. حتى هذه مشكله. هذه اشكاليه كبيره. انا نعرف ان عشرات الملحنين المطربين الشعراء عندهم اعمال لكن ما فيش من ينتج لها. ما فيش زمان كانت الدوله الدوله كانت محتكره تنتج لمجموعه من الاشخاص. اي اوكي. وفي حادثه في حادثه صارت لمحمد حسن لما دار مجموعه اعمال لافتات بتاع محمد احمد مطر من مطر منعت. طبعا لما تشوف الموسيقى بتاع محمد حسن في لافتات والموسيقى الاخرى تحس بالفرق. فرق طبعا يعني. مقامات وتغيير وشغل كبير وجرب بتاع هو سجن طبعا سجن تقريبا اسبوعين في عين زهره على هذه الاعمال. يعني اظن ان فيه ثلاث علاقات اساسيه الاقتصاد والثقافه انه من ينفق صحيح السلطة ومزاجها العام إن هو السلطة قادرة إن هي تفرض لون معين زي ما ذكر القذافي مع علي الكيلة وأن المجتمع في حد ذاته يشعر بأهمية التعبير عن النفس. نحن الآن نبي من يعبر عنه تشوف مثلا ببساطة نجيب لك أمثلة لما طلعت أغنية هي بتاع اللي لما صارت عدوان على طرابلس طرابلس إيش هي إن هي صعبة عليك حريق عليك حريق انتشرت طبعا تضرب انتشرت عند الناس بشكل غريب. ليش؟ لأن على الأقل في المنطقة الغربية كانت عبرت عنها وفي وسيلة إعلامية وصلتها للناس في أيام الثورة. فأنت تحتاج إلى فن من هذا النوع. سنبقى هنا انتشرت طبعًا. حتى انتشرت إن الناس أكيد لما عبرت عنهم حاجة تعبر عنهم يتلقفوها يعني ما فيش مشكلة. لكن راهو فين نقول هيك معرفتي بالوسط فيه لكن من يوصل هذه من ينتج هذه الاعمال من يوصلها انا السؤال. انت انت محتاج للحاضر لهالطاقات هذه وخرج لحيز الوجود صحيح محتاجين دعم مزبوط. محتاجين مزبوط. وقفه صحيح. وبعدين في اللي ما يقدرش يمشي لاي جهه فضروري في جهات ذات العلاقه وزاره الثقافه فيش تدير يعني شنو اهميتها والله وزاره الثقافه على الاقل أنتجت بطريقة سيئة جدا مجموعة من الأعمال ولم ما حد سمح ما يعني مشكلة. أنت تعرف في فترة من فترات تمت حتى السطو على أغاني أي مغني قديم أصالح شركة عبد الله منصور وعلي كنالي تحت عليه كان محمد حسن يبرر في تقديمه للأناشيد نبشي باش ندير مشروع الموسيقي لا هو بعدين حتى الوعي مثلا أنت شوف أخوان رحباني وفيروز مثلوا أنت لا تقارن تيار بعدين. مقاومة داخل لبنان إيه؟ يعني هم استطاعوا هم الهوية قاعدوا هم هوية شوف الشيخ إمام صحيح. بس أنت لما الشيخ إمام السلطة عادته وحبس وسجن وبصير أنت تقول مرسي خريفة استطاعوا يتحدوا يعني ليش نحن ما عندناش ناس من نوعية هذه المشكلة الآن اللي نعانوا منها إن حتى الأذواق فزدت هي طبعا تشكيل الاذواق يعني الان مع الفيذوق عام وين الفن اللي 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 ليه امكانه الخاصه هو مثل الان متصدر المشهد والله كان في اعمال جيده رايت الرسميه او سميها الاغنيه الليبيه او سميها الاغنيه الراقيه انت اختفت تلاشت انتهت هي ورموزها مزبوط نوريك مثلا تجربه عادل امام عبد المجيد ظل محافظ على حتى على المستوى الفني على اجتماعيا مقبول شعبيا مقبول فهمت له حافظ على مكانته هو في يحظى باحترام يعني بالضبط يحظى باحترام وايضا اشتغل بعيد عن هيمنه محمد زي ما قعد سلام قدري سلام قدري مثلا قعد شخصيه لكن معناه عشان يعني موضوع الموسيقى هو موضوع يعني سلسلة مترابطة من الإنتاج عوامل ومحدد يكون فيها وراء عقل مدبر باش تصبح الأغنية جزء من الثقافة وأنت الآن مطالب مؤسسة الموسيقى والمسرح بالأمور هذين لابد يحتاج إلى دعم في العالم الآخر يدعم وأنت لو تسمع بريطانيا كم تدعم في المسرح ولا فرنسا لكن فرنسا تقدم في 50 فرنك على المواطن لصالح المسرح الدنمارك يدعمه في المسرح ب2 مليار سنويا واو
مزبوط. أنت والله هذا الجانب يعني إذا تعرف هل فرانك اللي يدفعوا عليه قريب يعني عن مواطن 50 فرانك 50 فرانك على كل مواطن لصالح المسرح فهم؟ ورغم ذلك تصبي واحدة اسمها ريان مونشكين تقول نحن عندنا معهدين للتمثيل في فرنسا كان كل سنة طلعوا لنا ممثلين فقط نحن كسبنا بنحصل موتين زوج بنحصل موهبتين في السنة جهد مضاعف لذلك لا. أنت محتاج أنك تصرف باش تطلع بعدين بال وفي أعمال في أعمال مثلا تو معمولة هو ما خرجتش عضوية وكذا معلش الأستاذ قال لك أن في تصرف هو المصروف موجود لكن النتيجة ما فيش ليش؟ لأن يوضع في المكان الخط يمشي مش مبدعين انت, أنت الآن يعني نجول لطراب بس ما عندكش مسرح فيش مسرح في السينما في نقطة ثانية ما فيش قاعة انت تعني حاجة ثانية البنية التحتية يعني زار البلاد ما فيهاش بنية تحتية الفن ما فيهاش مسرح ما فيهاش استوديو كويس ما فيهاش قاعة بتاع جاليري بتاع فنون بنية تحتية بالنسبة للثقافة فيش بنية تحتية في ليبيا هل تصدق مثلا قاعات الحفلات والمسارح لم يبني في طرابلس لا القدافي ولا دريس مسرح اللي داروا الطليان بس فقط. موجود في فقط الكشاف في القبة في طرابلس الكشاف ايطاليا خشت كتب وراه بلا الكشاف ما بلاش في جال وفي القبة في مناطق نائية في مكان مش له ايطاليا خشت ايطاليا خشت اكتوبر 1911 اي اغسطس 1914 سلامه حجازي سلامه حجازي تركه هنا في سينما اي غني اهو نوريك جروا مشروع المسارح وين جن بنوهم بنو في في القبه مسرح يعني ما فهمتش اختيارات علي اساسا نوريك ما فهمتش لابيار مسرح الاخر مجهز كان في لابيار انا في مزده في مزدة صحيح مسارح صحيح يعني بني المسارح بمعنى على أساس أن منظم على المدينة المدينة أعطوهم حتى القرية أعطوها مسرح يعني في الوقت اللي كانت في درنا في ذلك الوقت 4 فرق مسرحية فرقة ناشطة وفاعلة يعني ما عندهم شوف بنغازي كان فيها إيه صح يعني كانوا يعرضوا في سينمات قديمة هذا كل اللي صار شوف طرابلس كان فيها فرقة إن المجتمعات اللي ما فيهاش رواية أو سرد واحد ما فيهاش موسيقى واحدة ما فيهاش شيء يجمعها يعني يعبر أن في مشكلة بالهوية طبعاً لا لا سمحني إن مش مشكلة بالهوية إن مثلاً شوف البريطانيين وكذا ولا الروس يغنوا في أغاني واحدة مشتركة فيما بينهم يعني شيء يجمعهم فراو يعني حس إن هو جزء من الإشكال مو هذين الإشكال أسمع الأغنية بروح على تنمك هكذا يعني الأغنية تبي لها مسرح يسندها لكي تكون توجد في المسرح مع الدراما مع الهني متاع تبيلها مجتمع السيمفوني والأوبريت فهمت والأوبرا ما تشوف 17 فبراير لما يديروا حفلة في مساحة الشهداء الناس تغني في نفس الأغاني طبعا يعني المشكلة أن حتى يعني أن فكرة النزاع اللي عايشته ليبيا تلغيها يعني مثلا لما تشوف الدول اللي دخلت في حرب أهلية أنتجت أثناء الحرب طبعا الأهلية. طبعا أصبح في أغاني طبعا. تمثل تلك الحرب أعمال درامية كبيرة صحيح. جدا الكوليرا الحرب المئة عام من باب المحافظة يعني النزاع أنشأ أعمال فنية كبيرة طبعا لازم ينتج من باب المحافظة على الهوية تونس استشعروا أن بعد الربيع العربي أن صيغة أو صفة الأداء تغيرت شن داروا؟ داروا تعميم على الأوقاف مع وربطوهم بمعهد الرشيدي للموسيقى لتدريب المؤدينين عن الطريقة التقليدية التونسية صحيح اللي هو الحفاظ على الهوية المحلية صحيح مش المقام حفاظ هوية طبعا صفة طريقة الأداء الأداء طريقة الأداء المقام المقام واحد يعني ولكن الحسابة بتاع تونس الهوية هي طريقة الأداء صحيح فاحني الآن تو مثلا جول المولد قراءة قصة المولد في الأفراح عندنا طبعا كانت في طرابلس كانوا 3 عائلات هي المتولي متخصصين متخصصين في الإنشاد الديني في اللي هم عائلة النعال وعائلة الجزيري لمنهم سلام قدري سلام قدري وعائلة شهيد منهم الشيخ أحمد شهيد أحمد شهيد طبعا موسيقي الآن ولينا يعني لينا البصمة الليبية أو الطرابلسية وسميها في النمط الغنائي هذا الآن تلقى المولد فيه اللي ينشد بالعراقي
ينشد بالسوري، هذه مشكليات كبيرة الآن. في اللي ينشد طبعًا بالمصري طبعًا، صحيح. في اللي ينشد بالسعودي بالخماسي متاعهم. أنت الغنة الخنة الغنة الخليجية مبدية بالأذان كل شيء. الأذان كان لا الأذان عن تم مشكلة، الأصوات مش جيدة. لكن كانوا يجي أذن وتسمع وحدين أنت مؤذن يسمع منهم. نحن كانوا يشتغلوا على المقامات. لا هي طبعًا محمد رشيد رضا في التفسير المنار يحكي على مؤذن، فقال مؤذن كان يأذن للفجر. الفجر فقال صوته رهيب رائع، قال حاجة رهيبة يعني. فقال قعدنا أيام كذا، جت من الكنيسة جاهم وفد، قال من المؤذن هذا مع شيئة يعني، أنا واجدين أسلموا بسبب بسبب هذا بسبب أنت شوف شوف تركيا، شوف تركيا السيمفوني، شوف السيمفوني بتاع الفجر في تركيا هذا. واو كل كأنما كأن في ماستر ولا كأن ماستر يقود فيها طبعاً. لا وكل مثلاً الصلوات اللي هي في النهار الظهر والعصر يكون راصد بياتي بالضبط. في المغرب يكون حجاز، في الفجر يكون نهوان في مايسترو يعني على حسب. وهذا سبقوهم الأندلس. أي طبعاً الأندلس لحنوا 24 نوبة على 24 مقام على عدد ساعات النهار. النهار بالضبط كل ساعة 24 إيش؟ 24 ساعة. 24 نوبة. كل 24 كل ساعة باليوم عندها نوبة. كل ساعة لها نوبة. نوبتها اللي تعبر عليها. أي صحيح. جو كأنه خلق جديد. فاحنا مطالبين الآن بالمحافظة عليها الإرث هذا. ونشرة وإعادة وعي الناس به والقيم التاريخية والفنية يعني أنت والأهم أنه يكون يسير الحياة اليومية للناس طبعًا. يشعروا طبعًا. بأن الأغنية تعبر عنهم. والمال العام أو الاقتصاد الدولي المفروض يراعي هذا. لا طبيعي أنت تفقد في هويتك بتملصك من أداء واجباتك إنتاجياً إنتاجك أنت من بينتج إذا كان ما أنتج. كيف بتحافظ على الهوية إذا كانت فقدت اليوم الغناء أو أمس المسرح أو أمس السينما أو أمس كذا؟ لا وإذا كان الناس يعتقدوا أن الموسيقى الشرق اللي في الشرق الليبي تختلف على الغرب وما لنش علاقة ببعض. أنت قاعد تكرس في الانقسام. أنت مش فاهم. قاعد تفتت في الأمر. سامحني هي الموسيقى الفزانية رافض للموسيقى التونسية وواحد من جذورها المهمة. فما بالك بالشرق الغناية أو الأغنية يقولوها في الجفرة أو في مرزق أيوه. ويغنوها في طرابلس ويزيدوا عليها في الشرق هي قلت لها هذا هو هذه الحركة الثمك فكلها يعني تقدر تقول هي لون غنائي ليبي واحد طبعا في خصوصية ليبية الأغنية طبعا ما فيهاش يعني لا وبإمكانك تشوف حتى أثرها يعني الأثر اللي دار حميد الشاعري في مصر النقل اللي دارها في مصر بالإيقاع الليبي باللحن الليبي ليه عندنا تو مثلا في المالوف عندنا المشايخ الله يرحمهم دخلوا ما يعرف بالأدوار والموشحات الشرقية الشرقية صح المالوف لكن شن داروا أعطوه النكهة الليبية أعطوه الصفة الليبية صحيح صدقت من حيث الإيقاع باللقاء حتى الروح حتى الروح انت تسمعها ما ليش علاقه باللحن الاصلي لو مثلا لما داروا الكرنفال هنا الاخير هذا اللي فيه بتاع المولد حسيت في مقطوعات موسيقيه خاصه اقرب للاندلسيه كانت يعني وبعدين في دخول للسنتر هذا يعني كانه في تحديث للملوك ولا مش موجود الكلام هذا يعني ما فيش مقصود يعني كل فن له اصوله اصوله صح ليه الاصول يعني هو في زي الملوف توا يعني هو في الملوف نتاع الزوايا في الملوف نتاع اللي صاغ حسن عريبي اي بس زي الأورج وزي الكذا هذا جديد عن يعني لا هو بدا تدخيل الالات هذه من حسن عريبي لا دخل وقبل دخل الكمال لا نحكي على الكمال الملوف حتى المرشاد لا جنيس ما فيش فرق لا جنيس في عود واحد بس اسست جنيس تخت شرقيين جنيس 1914 ولا كم جنيس تو نقول لك جنيس أسس الله يرحمه تعاون في تأسيس المجموعة الصوتية الأولى للإذاعة الليبية سنة 61 صحيح وكان يا محمد مرشان موسيقى محمد مرشان صحيح أيوة. صحيح مزبوط وأحسن عريبي استلم الفرقة الله يرحمه في 64 جاء بعدها بالضبط 64 استلم الفرقة بعد محمد مرشان يعني استلم الفرقة من محمد حتى في ملوف حتى يعني الموش نعم؟ من بداية القرن في ملوف طبعا الملوف قديم الملوف بس من اللي الصيغه الحديثه ايه البدايه لا البدايه تجميع البدايه ايه البدايه قديمه قديمه من سقوط الاندلس فيش لحظه معينه في ليبيا تاسس لا انا عندي تسجيل للملوف من سقوط الاندلس اقدم تسجيل للملوف
سجلتها ايطاليا سنه 31 فيليبي فيليبي يعني هو جاء لا اوكي جاء لكن تاسست فرقه اول فرقه يعني الزوايا الزوايا كان كل زاويه عندها واحده وتعتكي على بعدين الموشحات بتاع الشمال الافريقي لا لا اوكي عارف عارف لكن احكي لك فيليبيا اول فرقه تاسست يعني هنا سنه 61 هذه الرسميه هذه المجموعه الصدريه للنداء الليبي لاسسها محمد مرشاد وبعدين استلمها حسن علي ايوه شفت قسم الموسيقى الملوف يعني هل هو الان ماشي بشكل هل بعد حسن العريبي حيستمر الملوف مستمر هل هو في خطر هل والان الصحوه الفنيه هو مستمر والباقي الصحوه الفنيه للملوف الان ما عالية جدا شهدتهاش حتى الفرق يعني كثر يعني الفرق وحتى على مستوى الحفظ يعني صحيح والتنافس صحيح في تداول النادر من المهرجان في كلمات جديدة ولا نفس لا هو بحث هو مجرد انك انت بتنبش في التاريخ بتطلع هذا حافظها من ويألف على مبرا لا حتى في تأليف يا سلام لا تأليف موسيقي لا مش موسيقي كلمات لا لا كيف فيه اعتقد يعني اعتقد ان في بعض في تشطير أخلي التشطير أوكي في تشطير لكن فيه حاجات يضيفوا فيها جديدة الشعراء لا 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 فيه مشايخ اللي في زي الشيخ علي سيالة مثلا الشيخ علي سيالة وعندنا الفنان كامل القاضي يعني يجي ياخذ النص الشعري ويعطيه بعد آخر بعد ديني أيوة يحول الملوف يعيد صياغته الملوف حيظل بهذا الشكل يعني بمعنى ما فيش مواضيع أخرى على المجتمع على ليبيا ما فيش حاجه هيك قيمته هيك هو قيمته هيك هو هيك ما تقدر بس هو حسب ما يحكي عليه ابو خلدون راهو تاسس لكل الاغراض لكل الاغراض هو والجديد فيه هو كسر دخول العاميه كمفردة عاميه في القصيده وايضا التحرم القافيه وهو المالوف في سر او التحرم القافيه لو تم وانت تسمع تقول سامع اول مره انت اي صحيح أيوه. بس هو مثلا حد علي ماهر في بلد الطيوب استعمل البنيه تحت الموشحات تاع المالوف بلدي وما بلدي سوى يعني مبني اللحن على الموشح صحيح في امكانيه ان هو كيكبر فيه فنان مبدع ياخذ هذا ويشتغل يصبح نمط هذا يعمم يعني وهي هذه الموسيقى في عبر العالم هي جدل بين القديم والجديد صحيح والمجتمع صحيح له دور حركه صحيح المجتمع سرعته صناعيته زراعيته رعويته مظبوط لابد شوف انت شغل محمد مرشان بعد في الستينات ما مشى لي فزان وسجل الاغاني بتاع الجفره وبتاع مرزق وبتاع الاخري وكيف تم صياغه الحال هو جرت السواقي الاخرى كلمتها وطلع العين كلمتها وطلع العين علي شوف كيف عاد توزيعها كيف تسمع في هو العمل العالمي يعني عبقريه وين مرشان وين تسمع النص المرزقاوي اللي الاصلي نتاع لحن كلمتها وطلع العين علي هم يقولوا له في النمط اللالي اللالي يقولوا له فهمت تسمع الاغنيه بلون تقدر تقول افريقي افريقي بالضبط خماسي 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 حتى الايقاع تصرف مرشان تصرف في الايقاع وتصرف الخماسي النغم توزيع موسيقى توزيع اعطاها لون حتى آخر. حتى رحله نغم فيها شغل كانت فيها الشغل هويه جميله لانها تجميعي حلو جميل هو لما جاء درنا خذا توليفه 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 لا موجود يعني الموسيقى مثلا لما الموال هذا كان يغني فيه ابراهيم سلطان تاع حلو يا لبس الحلو هذا مشايع في درنا عرس درنا وحتى في الموسيقى كل منطقه يعني شوف ترخيص طرابلس كل مدينه يعطيها نغمتها هي من التراث هي يوم السرايا زي ليالي ليبيا صحيح زي ليالي ليبيا الحسن العريبي بالضبط هو جمع الحان توليفه يعني لطم وادي سيناها يعني زار في التاليف الموسيقي ما فيش تاليف موسيقي فيه ليالي ليبيا اللي قلت حضرتك تو هذا مقطوع موسيقي مؤلف الحسن العريبي اول مقطوع موسيقي وفي اظني عبد الله السبعي عنده واحد ولا اثنين المهم ما ليش قلت لك اعداد بسيطه التاليف الموسيقي دار وتاليف في مقطوعتين ولا ثلاثه دار الكرنفال الاخير هذا الشريف دار سيمفوني دار مشروع سيمفوني طبعا كان يشتغل في الصحراء حلوه موسيقى الشرطه وبعدين كان يشتغل ودرس بريطانيا شغله رهيب درس بريطانيا يعني هذه واحده من المبادرات اللي تم التعتيم عليها وعدت هم مش تماما تا
سومني ليبيا. اي طبعا. وراهو خدمها وانتجت بندس. تو نوريك مثلا في تجربه الكلمات حتى نفس التجربه سليمان الترهوني. أيوه. مثلا كشاعر غنائي وكلمه رقيقه تلقى عند تونس مثلا تغيب ومراسيلك هذا طمي بعده. صحيح. يعني عينك يعني لصالح عبد الله وعلي. اي صحيح. يعني كم مؤلفين كثير تم بعدهم زي ما ملحنين بس بدري نفس الشيء يعني فتره أنا. السبعينات يعني زار كان مفترض يكون عندك تمخض عندك مشروع اي مرشان وسلام قدري وحسن عربي ويوسف العالم يطلع منهم شيء هذوم فتره السبعينات كانت فتره عز عطاء لا وهذا اللي بيصيغوا بس معلش تو مثلا يعني مثلا الشيخ امام ورحباني وغير لا أقول فرق اللي زي مسجد خليل أنا فرق شارع يعني شارع طبعاً يعني نحن تول خارج الهامش في الناس بصراحة تغني لهذا الواقع تقول يريبين مثل رأوا أنتوا خلافاتنا وصراعاتنا وألامنا ويبدو يغنوا فيه حتى كان ما فيش فلوس كل حاجة الدولة حتى غنانا في النجف هذه ملاحظة المفروض مثلا في فرقة فرقة من الشرق والغرب ويمشوا ويدوا حفلات يعني هذا الأسوات فردية ويعدي عدم وجود شيخ إمام والله عبد الفخري والله مثلا كعبور والله مرسل خليل خليل رحبنا مشروع لبنان وليش بنديه لكن الاخرين محاولات فرديه تو بقول لك مرسل خليفه وين الان وين لا انت ما هات المقاومه انت هل انت معارض انه يكون في مبادرات فرديه لا اساسيه ما قلت لك هذه المبادرات يعني مش حجه انه والله ان الدوله مش داعمه المفروض راهو فيه هذه خليني ارجعها لك موسيقى انت تدير لي انت تدير اغنيه إذا كان ما فيش فرقة موسيقية يمشي حتى بالشارع حتى بالكبد لما الناس هي في حاجة هي مهمة الملاحظة هذه إن إحنا الليبيين ما عندناش أصحاب مشاريع فنية ولا ثقافية إيه؟ يعني أنا عندي مشروع بندير مسرح إيه؟ ساعدتني الحكومة كويس منعتني الحكومة بنحاول نديرها فهمتني حتى لو منعتني إيه؟ حبستني بنحاول ما عندناش يعني عندي لحد الآن ما فيش يعني أنا مثلا سلام قدري مثلا توقف ما استمرش بشكل آخر عبد الوهاب يوسف اسمه محمد نجم توقف ما عندناش الصوت اللي يطلع من الحبس ويدير اغنيه اخرى زي شيخ امام لان ما فيش كافراد ما عندناش مشروع المقاومه مشروع ثقافي بنديره انا اصلا بنديره عرضتني ولا ساعدتني ولا عرضتني وحتى مشروع شيخ امام واحمد نجم